فاتني يا سرني ولسه حكيت على التليفون بومي لسه بقول في الدنيا الدخل بومي حكيت على التليفون لمي نفسك يا حبيبي صور انت الوحيد اللي غبي في هزارك لا ثواني عندي مكان بجد متعوره هنا تقولي غبي ما بقى تقولي غبي لا غبي ما بقى تقولي غبي ما بقى تقولي غبي ما بقى تقولي غبي 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 خلاص يا مروان ما بقى تقولي غبي ما بقى تقولي غبي غبي ما بقى تقولي غبي ما بقى تقولي ما بقى تقولي غبي بدي دعوس لك اياها ما بقى تقولي غبي بس يا مروان بتعوره هنا غبي يا دودي ابعد عنها غبي دينا دينا بمصر اذا فتت المشكله بتقبل 10 رجال هون عم بعمل لي حالها مغنج النبي وانوثه ما انوثه يلا طب وحياة امي لو نزلت رح نفت بالغاليه هتشوف ليله سودا انا حلفت بماما ماشي بس ما فيهاش زعل ها ما فيهاش زعل يا مروان شو فيها زعل ما فيهاش زعل ما خلص ما مش ضفيرك انا لا ما فيهاش زعل وانت بتضربني اصلا على الحته اللي انا متعوره فيها وانا متعوره فيها شايله لك ان انا متعوره ضربتيني كف انت كمان على ضرسي لا ما ضربتكش انا ضربتك ما ضربتيني كف هلا على ضرسي انا عملت لك كده صح كده ولي كده خلاص خدت حقك ليك ليك بي حد بينادي حد بينادي استنى يا مروان ايه جيت جيت سوري حياتي ايه ده انت ليه هنا بدك تحكي على التليفون سوري بس بتحكي على التليفون خدت حقي حسام غبي هي ايه وصلها تحت كده علي هديني حنك هديني غبي فين مدام بيتي غبي غبي